في كل مكان، أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة المحلية. تتفاقم يوما بعد آخر مشكلة انتشار القمامة في أنحاء جميع شوارع مدينة عين البيضاء وغيرها من المدن بولاية أم البواقية، مما أصبحت تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين. رشيد مقدم. أزمة انتشار القمامة في مدينة عين البيضاء طالت الشوارع والأحياء الشعبية الحاشدة، فالظاهرة بتداعياتها وصلت إلى درجة لا تطاق. فمن مجمع سكني إلى آخر لم يختلف الحال كثيرا في مناطق أخرى، ففي حي 750 مسكنا تتصدر أكوام القمامة حتى مداخل العمارات، مما يؤرق حياة المواطنين. احنا غلبنا 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 من الوضعيه هذه. احنا نزيدوا نوجهوا نداء للسيد الوالي والسيد رئيس الدائره والسيد البيابيسي تاعنا يهز لاسيتي تاعنا اون كونسيدراسيون، راهو غلبنا. وفي ظل ضعف الامكانيات الكل يحمل مصالح النظافه للبلديه المسؤوليه. الوضع اللي رانا وصلنا له راهو وضع كارثي. البلديه والسلطات والناس اللي قاعده تقوم بالنظافه وحدها ما تنجمش. نتمناو بربي ان شاء الله انه لجان خاصه فئه الشباب. وفي غضون ذلك يسعى المجلس الشعبي لبلدية عين البيضاء إلى مواجهة الوضع باقتناء معدات جديدة لجمع القمامة. الأسبوع الفارط بدينا في استلام شاحنات رفع القمامة اللي عددها إجمالي 11 شاحنة، وراح نستلمه هذا الأسبوع ثاني، وبإذن الله راح نقوم بالقضاء على القمامة في جميع أنحاء المدينة. وعلى الرغم من ذلك تبقى جهود التقليل من الظاهرة المشينة مسؤولية الجميع، لأنها تتفاقم في الشوارع وتهدد حياة المواطن. وبالبيض يواجه سكان بلدية بوعلام صعوبات كبيرة في ظل الخدمات الصحية المتدنية التي تقدم لهم، خاصة ما تعلق بسيارة الإسعاف المهترئة الوحيدة بالقاعة المتعددة الخدمات. التقرير لنورتي الرحمن. هي سيارة إسعاف واحدة بلا مواصفات طبية، تلك التي وقفنا عليها بالقاعة المتعددة الخدمات لبلدية بوعلام، وتقدم خدماتها المتدنية لأكثر من 20,000 نسمة من السكان. عندنا أمبيلونس على مستوى الدائرة وميش حتى أمبيلونس، فريقو منها كما تاع فريقو من هذوك تاع الحوت هذوك، ماشي أمبيلونس ما تنجمش تركب فيها المريض تاعك. وضعية سيارة الإسعاف تدفع بالسكان إلى الاستنجاد بالسيارة الخاصة لنقل مرضاهم. وتكري اللوطو من عندك ب 150 160، السبيطار هذا ما يصلحش، ونروح نقولها لكم قدام. أنا في حد ذاتي العام اللي فات صرالي أني ولد مات لي. علاه؟ من التهميش، واش ما عندنا والو، تجي معناها لومبيلونس ما كانش صاشفام. الوضعية ربطها رئيس المجلس الشعبي لبلدية بوعلام بصعوبة الحصول على سيارة إسعاف بالسوق الوطنية للسيارات. قمنا بإعلان بفتح استشارة لشراء سيارة، ولكن للأسف الشديد 3 مرات ورابعة تكون غير مثمرة. ونحن الآن نهار الأحد المقبل رايحين نعنوا الاستشارة الثالثة بالنسبة لشراء سيارة. نأمل إن شاء الله هذه الاستشارة تكون مثمرة، ونقول الزبون اللي ورد لنا هذه السيارة. الحكاية التي يرددها سكان بوعلام منذ سنوات، نحن بحاجة إلى خدمات صحية لائقة، أقلها سيارة إسعاف بمواصفات طبية، إلا أنها لا تجد لحد الساعة الآذان الساغية. إلى إرهاب الطرقات الذي لا زال يحصد العديد من الأرواح، حيث لقي شخصان حطفهما في حادث اصطدام أليم بين سيارة سياحية وشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس، وقع بمقربة من قرية حاج بوسيف بالعريش ولاية تلمسان. وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الضحيتين للمستشفى، فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في الحادث. أكثر من 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تضمن ما يفوق 500 منصب عمل دائم بولاية عدوان بسطيف، عمالها مهددون بالدخول إلى عالم البطالة. التقرير للزميل فارس شيب. أكثر من 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بدائرة عين الكبيرة والواقعة ببلدية أولاد عدوان ولاية سطيف
والتي تضمن ما يفوق 500 منصب عمل دائم. أصحابها مهددون بالدخول إلى عالم البطالة بعدما حولت الأراضي التي عليها مشاريعهم إلى المنفعة العامة. نخدموا في ناس من سوريين، نسلكوا الغرامة، نسلكوا كلش. واليوم راه جات شركة الأسمنت قال لكم تخرجوا، رانا رحنا شاف الدار، رحنا للمير، رحنا للوالي، ما كان والو. درك حتى العمال من اللي شافوا الشركة هذه راحت خرجنا، كل واحد وين راح؟ يقول لك انا نقعد لهنا، مره خلاف ما لقاش بلاصتي، نروح نحوس على بلاصتي. اليوم حنا نطلبوا دوك من السلطات يعوضوا لنا بلاصه ونروحوا نخدموا. حنا كنا في 80 خدام، قادرين نوصلوا حتى ل 150 خدام. تغطية السوق بمواد محلية الصنع وتمكين الشباب من فرص العمل لم يأتي بمحض الصدفة، بل هو استثمار رجال لسنوات طوال. فعلا هؤلاء أصحاب مؤسسات صغيرة المتوسطة ببلدية ولاد عدوان التي تعد مصدر رزق لأكثر من 500 عائلة، انشغالهم جدير بالطرح، وبالتالي أطمئن رؤساء المؤسسات أن المصالح الولائية بصدد إيجاد حلول مناسبة في أقرب الأجال، كما أؤكد أن مديرية التنمية الصناعية وتخصيص الاستثمار بصدد إيجاد أوعية عقارية سواء بالمنطقة المعنية أو ببلديات المجاورة لها. مصانع هدمت عن آخرها فيما تنتظر الأخرى دورها، والكل يترقب وعد البعيد أملا في أن يأتي بالجديد. ختاما، افتتح أمس ببلدية الخروب بقسنطين الملتقى الدولي حول ماسي نيسا وعلاقته بالدولة النوميدية بإشراف من المحافظة السامية للأمازيغية وبلدية الخروب. وقد حضر الملتقى كل من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ووزيرة الثقافة نادية العبيدي ووجوه سياسية معروفة، إضافة إلى عديد الكتاب والدكاترة. التعليم التاريخ فترقيته هذه الأطفال يسمح لهم كذلك شيء من التوازن حتى في شخصيتهم. ختام النشرة المحلية، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم.